أخذنا عن الطيور. يلا يا عمر احكي لنا نوع من أنواع الطيور. عصفور. عصفور. يلا يا الياس احكي لنا نوع من أنواع الطيور. حمامة. ممتاز. يلا يا محمد احكي لنا الطير. يلا اسم من أنواع الطيور. ببغاء. ببغاء. برافو عليك يا محمد. يلا يا أحمد احكي لنا. أنا. أحمد. يلا عصفور. برافو عليكم. اليوم إن شاء الله عنا درس جديد عن الحشرات. الحشرات بيكون حجمها صغير ولا كبير؟ صغير. طب الحشرات بتأذي بتقرصنا ولا ما بتقرص؟ بتأذي. تقرص. طب خلونا نتعرف على أنواع من الحشرات. هاي إيش اسمها؟ نحلة. نحلة. النحلة شو بتعطينا؟ عسل. شو بتعطينا؟ عسل. برافو عليكم. النحلة إذا قرصتنا لا سمح الله بتكون مؤذية ولا لا؟ مؤذية قرصتها للنحلة يا أحمد. ممتاز. اطلع علي. هلأ هاي شو؟ باعوضة. ممتازين. الباعوضة بالليل بتقرصنا وبتسحب دمنا بتأذينا؟ طيب اطلعوا هون على الذبانة. مين يعرف الذبان؟ الذبانة شو بيكون إلها؟ جناحين وبتطير. طب النحلة كمان إلها جناحين وبتطير؟ والذب والباعوضة؟ معناته الحشرات إلها بيكون إيش؟ جناحين. جناحين صغار ولا كبار؟ صغار. ما هي الحشرة صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة. طيب هلأ النملة. النملة بتعرفوا النملة؟ النملة بتمشي على الأرض ولا بتطير؟ بتمشي على الأرض. إلها جناحين؟ بس هي من الحشرات. شوفوا هان هاي الألوان حلوة. شو هاي؟ فراشة. الفراشة بتكون بأي فصل؟ الربيع. بأي فصل؟ الربيع. طيب بتأذيك بتقرصك الفراشة يا ملك؟ طيب إلها جناحين وبتطير؟ طيب مين بيعرف هذا المؤذي؟ الصرصور. الصرصور كيف وين بيمشي؟ وين بيمشي الصرصور؟ على الأرض. طيب شوفوا لي هذا العنكبوت. العنكبوت وين بيمشي؟ على الأرض. على الأرض. وين بيطلع كمان؟ على الحيط. بيقرص العنكبوت وبأذيه؟ ممتازة. زيت فحام يا لحاشة. إذا من أنواع الحشرات عنا النحلة.